الله الرحمن الرحيم. ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. موقف ثوار النجف الأشرف أن جريمة اغتيال الدائر إيهاب جواد الوزني قد مر عليها 40 يوما دون كشف المجرمين، وقد بان التسويف والتغاضي عن الجريمة، وبعد 40 يوما على الجريمة خرجت والدة الشهيد لتعتصم أمام محكمة كربلاء، وقد تم منعها من الاعتصام ونصب خيمتها بدون وجه حق أو عذر مشروع. ونحن كثوار محافظة النجف الأشرف نضم أصواتنا لوالدة الشهيد للمطالبة بالقصاص العادل وكشف المجرمين، وستكون أولى خطواتنا وقفا أمام محكمة النجف الأشرف صباحا، ونحذر من محاولات إسكات المطالبين بدم الشهيد إيهاب الوزني وقمعهم أو اعتقالهم، وإلا سيكون لنا ردا سريعا وسريع. وكما ندعو محامو المحافظات المنتفضة لتشكيل لجنة للتقصي بقضية الشهيد إيهاب الوزني وباقي الشهداء، ونعاهد أم الشهيد إننا طوع بنانها وجاهزين للخطوات القادمة. عاش العراق! عاش! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. شفتوا المقطع في البداية مشاهدينا الكرام، اليوم سنتحدث عن مطالبة أهالي إيهاب الوزني بمحاسبة قتلة الناشط الشهيد وقتلة الناشطين بشكل عام والمتظاهرين في العراق. ولغاية اليوم لا يوجد أي شخص ضمن هذه السلطة قام بإلقاء القبض أو الكشف عن قتلة إيهاب الوزني أو غيره من الناشطين والمتظاهرين. خلونا نشوف بعض المقاطع اليوم، ما الذي جرى مع والدة الشهيد إيهاب الوزني، كيف تعاملت القوات الحكومية معها بفض خيام الاعتصام، محاولة إبعادها من أماكن حكومية حتى يعني ربما قد تسبب إزعاج بالنسبة لهم، وكيف ردت هي عليهم وعلى كل من يحاول أن يكمم أفواه من يطالب بالحق المشروع في العراق. عندنا بداية أول مقطع، خلونا نشوفه ونرجع. لا ما يحتاج، بس انا اقول لك راح اجيبون الشادر يلا ما كلهم اولادي انت تعاونون وياي لازم يا هذا اخونا هو شنو شاد علاقه الله يحفظه ما يكون خاطش الا طيب شلون طببتوا الكاتب شلون لا. شلون ما فتشتوا ما شفتوا سياره من طبت المظلله ما باوعتوا شلون ما باوعتوا شلون كلكم جبناء صرتوا ما حدا يحكي ما حد يقول يخافون عندهم ما صير جبانه والله لو هسه على قصر وقفتي ما صير جبانه وخليهم يسيطرون علي انا مو عبده بس العبيد يسيطرون علي ليش ليش ابني راح بشربة مية قالت المصري ليش على يا اساس على يا اساس انت خلوا ابني راح سرقوه انت لو ودون سرقوه كانوا من هذاي كلها سرقوه وين ودون انا ايرانيه تطبقوها على راسك تفضلي حجيه بصر بها تفضلي واحنا عراقيات بنعلكم جائزه حقينا ليش على يا اساس ليش البلد بلدنا خليهم ما يطلعون احنا ما نطلع البلد بلدنا
سطر. وين راح نخاطب وينه؟ وين راح؟ لا تكذب علي، تعال. هذا حكي تكذب علي. هذا تقول لي راح اخابر وتكذب علي. هذا يلا شو خابر انت فيا. ترى مو غبي، ترى الوقت هيك خلانا. شاهدتم مشاهدينا الكرام محاولة تخدير الحضور، محاولة تميع القضية من قبل القوات الحكومية، إيهام والدة الشهيد بأنهم سيقومون على حل القضية في حين يغافلونها ويقومون بإزالة خيام الاعتصام من جهة. ومثل ما سمعتوا يمكن تسأل للشرطي أو لهذا الضابط أنه شلون طببتوا الكواتم، يرد يقولها إيه إن شاء الله، رد ما غير منطقي غير مفهوم وليس أصلا إجابة على سؤالها كيف دخلت هذه هذا الكاتم واغتال إيهاب الوزني، لماذا دخلت هذه القوات الميليشياوية أو العناصر فرق الموت التي قامت بتصفية الشهيد إيهاب الوزني من خلال نقطة أمنية سيطرة حكومية، لماذا يتم التعامل مع المواطن العراقي بهذه الطريقة، ومثل ما سمعتوا الإيراني كل الهلا ومرحبا وما حد يقدر يتكلم وياه. أين وعود الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن من اغتال إيهاب الوزني وغيره من الناشطين والمتظاهرين في هذه الثورة التي امتدت من 2019 ولغاية اليوم مستمرة على وجبات ودفعات وموجات مختلفة، لكن يبقى الضحية واحد وتبقى الحكومة تطمطم على القاتل وتحاول إخفاء الحقائق. معنا اتصال؟ طيب، إلى أن تأتي الاتصالات مشاهدينا خلينا نشوف مقطع آخر أيضا لوالدة الشهيد إيهاب الوزني، زاوية أخرى من زوايا هذا الحديث الذي دار بينها وبين القوات الحكومية المسؤولة عن تأمين مناطقهم وحماية الناس المدنيين الآمنين في بيوتهم، شنو دورهم وكيف ردت أو كيف تحدثت السيدة والدة إيهاب الوزني مع هذه القوات. أصبر عليكم طب الخيمة، فهمت لا ما فهمت؟ جمعتني مو رحمة، جمعتني خالي، انتو جود عدكم، انتو جود عدكم يا سياد وكم الإشيال كلهم طبمون غصبا عليهم ويطبلني ما جايبينك محنا صحيح اليوم جل نصب الخيمة اليوم حتى لو بعي على إعدام لازم تنصب الخيمة. شايفكم انت أبو الكاتم اللي يطبل النار؟ لا أبو الكاتم صاحبنا هو يعفو، أبو الكاتم من وراء يدرون بي أبو الكاتم منو، والله تدرون بي الكاتم، والله تدرون بي أبو الكاتم منو وتدرون من هاي نبسها، هاي نبسها، هاي سيطرة طب من الكاتم نبسها. يا الله عمك تبعك أنا ما تبقيت المهين عشان من جابي جابي يا صاروخ يا عمو انا امشي امشي ادعتي قالوا قنابل هي خيمه 12 من الاعلى الفت جبناء. يلا شباب يلا جيبوني يلا جيبوني يلا حركه هذه يا منك يعني انت العراقيين العراقيين انت جبناء ليش ليش خليك بالعراقيين غادر ليش ليش انتوا شنو من بعدكم يلا امشي يلا يلا لا صيح لا صيح على كيف على كيف على كيفك يوم العلك ويوم العليك ما تدري شنو بها الدنيا هاي قلابة على ساعة. عبد الكريم قاسم وينه؟ لكن لا اخوانه لا اخوانه يلا طبت ما طبت كلام طبت خامة مشي حداي يا شرطة شعب المساعدة ولا شيء ولا الدفاع شعب المساعدة يا شرطة على الله 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 ما تبعوه شافوا وين كان خابره كان قالوا هذا الكاتب يطبوا النار يفتحوا. استمعتم مشاهدينا الكرام أيضا إلى حديثها واتهاماتها إلى هذه القوات وهذه نقاط التفتيش والسيطرات المتخاذلة التي تسببت باستشهاد الكثير من الناشطين والمتظاهرين بسبب تركها للجنات يدخلون ويخرجون بسلاحهم كما يرغبون، والتفتيش والسيطرة والصراخ على المواطن البريء الذي يطالب بحق مشروع. استمعت إلى أحد الضباط يبدو في هذا المقطع ما ظهر لكن صوته كان واضح وهو يصرخ عليهم للمغادرة. طيب
ليش ما انت تفرد عضلاتك على الميليشيات وعلى من يحمل السلاح خارج إطار القانون في العراق، بدل أن تصرخ بوجه امرأة فقدت ولدها بسبب تقصير القوات الحكومية؟ أبو حسن من بغداد، تفضل، حياك الله. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك أخي محمد. هو هذا مخطط من زمان في العراق. يعني من يقاتل يقتل ويطلع، يعني بدون حساب، بدون أي مبالاة ولا يهتمون. نعم. فمن حق الأم أو الأخت أو الأخ يبدع. نعم. من هالشغلات هاي، أو يعني يشوف أشياء ما مر عليها قبل. نعم. بس هم ما يريدون يعني أي واحد يدافع عن ولا ابنه أو أخوه أو أي خيسر. نعم. هم دول جايين مسيرين ويعني مرتبين أمورهم ويا أعداء العراق. أنا مو مستغرب، لكن احنا اليوم لما يطلع شخص يقول أني مسؤول وأتحمل مسؤولية اللي دي يصير بالشارع العراقي، ويطلع واحد مثل الكاظمي اللي إيهاب الوزني تم اغتياله من يوم 8/5 وإحنا اليوم 20/6، وهو قد أوعز إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة إيهاب الوزني وغيره من الناشطين، ولغاية اليوم ماكو نتيجة. نسأل هذا المسؤول شنو دوره إذا قاعد بالمنصب وحماية ومخصصات ورواتب، في حين هو ما يقدر يحقق شيء بسيط من العدالة في العراق؟ أخي العدالة مفقودة من زمان. يعني أنت تشوف رئيس الوزراء يدمر على أي واحد يقتيل. نعم. دمك يمي. أي. يعني حقك يمي. نعم. فهذا ليه حيل ولا يربط، هو كله ارتباط واحد كلهم. يعني حتى يتكلم حكومة ميليشيات. نعم. يعني داكو حق بس باطل موجود، يعني اي واحد يحاسب فلان ما يقدر. يعني نعم. يعني انا ما بدي احكي حكي يعني قوي حيل، بس انا اقول لك الحل بيد الشعب. اذا يريد المهانه. نعم. ويريد كرامته يحافظ عليها. لازم يعمل المستحيل بسبيل كرامته، بس اذا ناس قابله. نعم. بالمذله والمهانه، فهي يعني شو اقول لك، يعني بقت يمها يم الشعب. الشعب يتحمل، يعني واحد حقه يغتصب، ابنه يقتل، أخوه يقتل، يعني الحياة صارت مملة عندهم. بس هم دول ما يهتمون، لأن أصلهم مو عراقيين. ليش يتم فض اعتصام أو إزالة خيمة والدة إيهاب الوزني وعائلته؟ دي يطالبون بحق مشروع، دي يطالبون بمعرفة من الذي قتل ابنهم، ويتم إزالة الخيمة ومحاولة إبعادهم من المكان. يعني تقول السيدة بأنه من نفس السيطرة تدخل الكواتم وتدخل الميليشيات ويدخل السلاح، في حين الناس العزل السلميين يتم فض اعتصامهم وإزالة خيمهم. الشرطة اليوم أو القوات الأمنية شلون تشوف دورها بالتعامل مع من يطالب بحق اليوم بشكل قانوني في العراق؟ أخي محمد، الجيش أو الشرطة أو كلهم دولة، أكون صريح وياك، دولة كلهم أعداء الشعب. يعني واحد ما يتقبل بأنه أخوه أو ابن بلده يهان ويعني يغتصب حقه ويدافع ويطالب على المظلوم. نعم. ماكو شيء. بس دولة هم مبرمجين عندهم أجندات خارجية في سبيل تدمير الشعب وهلاكه. نعم. البلد يعني اذا استمر هيك ما اعتقد في الحل، يا اما قومه رجل واحد. نعم. ولا شرب، ما اعتقد في شيء. وصلت فكرتك ابو حسن من بغداد، انا اشكرك للمشاركه. عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد، تحيه لك وللبرنامج. استاذي تعازينا لام الشهيد، تعازينا. نعم. لام الشهيد يا استاذي. نعم. وكذلك يا استاذي، اين دور رئيس البرلمان الموقف؟ واين دور عشائر العراق؟ حل. نعم. أزمة وقضايا العراق وحصر السلاح للدولة. نعم. واخر الكلام، ابعد عنا كي الانفعالات والتشنجات الشيطانية. تحياتي لك وللبرنامج وللقناة، وشكرا لك. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. أسئلة يطرحها أي إنسان توجه إلى الرئاسات الثلاث، إلى مجلس القضاء الأعلى، إلى الدولة بشكل عام. شنو دوركم رئيس البرلمان، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية؟ شنو دوركم تجاه هذه القضية؟ لماذا يكتفون فقط بإصدار البيانات؟
مصطفى الكاظمي بالبيان يقول اللي صدر عقب استشهاد إيهاب الوزني بأن القتلة سوف لن يفلتوا كما قالها مع هشام الهاشمي، وأيضا تحدث بأنه سيتم ملاحقتهم كما تم إلقاء القبض على آخرين. احنا نسأل من الآخرين اللي حاسبتهم هذه الدولة أو القضاء في العراق اللي كانوا السبب في استهداف ناشطين متظاهرين في قتل كل من عارض هذه السلطة ووجودها؟ من هم غير تكشفهم؟ لماذا الدولة تتعامل بهذه الطريقة مع المتظاهرين، مع العراقيين بشكل عام؟ أبو محمد من الناصرية تفضل. السيد أبو محمد من الناصرية. طيب فقدنا الاتصال. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سيد محمد، بالنسبة للأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل الميليشيات والفصائل المسلحة. نعم. فالقانون غايب، فجاي التحركات من قبل الميليشيات والفصائل المسلحة هي اللي تتحكم بالشارع العراقي اليوم. فأي كلام أو أي ردة فعل ضدهم يكون مصير الناشط أو المتظاهر هو القتل. نعم. اللي احنا يعني شفناها يا أستاذ محمد، يعني كثير من الناشطين اللي يطالبون وينادون بوطن حر. ما هو إذن دور الأجهزة الأمنية في العراق؟ قلت لك أستاذ محمد الأجهزة الأمنية مخترقة. يعني مخترقة، شنو دورها؟ اليوم في العراق موجودة، هي مخترقة، لكن دورها شنو؟ وظائفها شنو؟ شاهد ما شفش حاجة مثل ما يقول مصري، يعني مجرد ملابس عسكرية واقفين بالشارع، أما كضبط وربط هذه هو القيادات مالتهم. أنت ذاك اليوم أعتقد البارحة وزير الداخلية اللي هو يعني بعد وزير الداخلية يقول الجنات طلعوا خارج البلد، زين ياخذ على تدارك شنو؟ انت دورك شنو؟ لعدي انت وزير ويعني وزارة يعني مو شوية، وهذا عندك المنتسبين مالته لا يعني شو مثل ما تقول العدد كل شهاد. نعم. جاي تستلمون رواتب لعدي اذا طلع برا انت شنو دورك بعد؟ افضل لك يعني البس الشاشة وروح اسرح لك بقطع مال غنم اذا انت ما ضابط الوزارة مالتك، عشان تحافظ على ارواح الناس. يا اخي استاذ محمد، يعني للاسف الشديد احنا يعني عدمة الثقة مالتنا بالحكومة وما عدنا اي قانون، فالارواح مال الناس جاي تقتل وتهدر دماهم على الخالي بلاش مع كل الاسف. واذا بقى هذا الوضع على هذا الحال فما يكون مصير العراق مصير مجهول. يعني صدقني يا استاذ محمد، إذا ما تكاتف الأيادي والشعب هو اللي ينتفض وتبقى، يعني إحنا نتأمل من الكاظمي أو وزير داخليته أو وزير الدفاع مالته، فالمسألة ما براها أي نتيجة. فعلينا إحنا كشعب أن ننتفض ونغير نظام الحكم، وإذا بقت برا دولة المسألة تبقى هي. تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. عندنا السيد علي من بغداد، تفضل يا علي. محمد حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ محمد، انا محتقل. نعم الله يخليك استاذ، بس على مود قضيه العطور تسال علي شنو والله صار ما صار على قضيه العطور؟ لا يوجد شيء من قبل الحكومه، ما صدر اي امر او اي قرار او اي قانون بهذا الخصوص. استاذ محمد بقدر انا اسال عن من منظوركم الشريف؟ شلون عفوا؟ أقدر أناشد من منظركم الشريف؟ تفضل شريف. تفضل إلك والله متأذين نعم. إلك الحكي تفضل. أستاذ محمد سمعنا بذات الله العالم ناس تنام وناس تقعد تبقى قاعد حد ما تقعد الوجبة الثانية وتنام، ناس متأذين على قضية تنازل، على قضية بتول، على قضية يعني تقدر تقول لي بيا مكان لو ما تقدر تقول؟ أنا صديق البرنامج ديش مرة خابرت أستاذ وشو التأذيت، خابرت وطيت اسمي بس إعلان شوية تأذيت أستاذ، والله العظيم قسم بذات الله سجون مكتظة ومساومات وناس متأذية، ناس الزحام يعني ناس متأذية والله مصرف ماعة العالم. يعني نطالب هسه يعني بس لو مرحمة نفس حكم، يعني أقل على نفس حكم هاي الحكومة، هاي الحكومة الإيرانية الظالمة هاي
تاس السجون الدفتين شنو والله قضايا كلها بسيطه ما تسوى بالله الكريم. يعني تعرضون على على قاضي اكو يوكلوا لكم محامين عندكم طريقه تثبتون ان انتم ابرياء بها؟ والله استاذ هو بس جيبوا دب بس اي قضيه يعني اليوم قسم بذات الله عندنا ولد اليوم على مساجره حكم 4 سنوات نعم. يعني دفتيهم انا على 4 سنوات على شنو استاذ والله؟ نعم يعني والله ناس متأذية قسما بذات الله ناس متأذية. شلون تشوف تعامل القضاء معكم يا سيد علي؟ والله استاذ كله ظلم استاذ بالله الكريم ظلم. نعم بالله الكريم انا دعوة على نفس المادة دعوة عندي حكمت علي نفس المادة بالضبط. نعم المادة دعوة حكمت علي 6 شهور والمشتكي الثاني حكمني 3 سنوات. زين قسما بذات الله يعني هذا حكم هذا استاذ. زين نعم موكل موكل محامي يا علي عندك محامي؟ عندي محامي. شو يقول لك المحامي؟ يقول هذا حكم محافظة عن محافظة يختلف. محافظة عن محافظة يختلف. حكم اي بالله. طيب هو مو قانون واحد هو مو قانون واحد؟ لا انا حكمت بمحافظة عن 6 شهور نفس المادة استاذ محمد. نعم. يعني دع نفس المادة بالضبط. نعم. المادة يعني نفسي هم أليف على باء 6 شهور والمحافظة الثانية حكمني 3 سنوات. نعم. الأستاذ محمد قضية قتل يعني يفصل عشائر عشان أشوفهم ويانا. نعم. يفصل عشائري يفصل 100 مليون هسه ويانا ولد احنا ويانا واحد فصل 100 مليون على قتل هسه دوش تريد 30 مليون على التنازل وأمه تريد 30 مليون على التنازل وأخوي يريد 30 مليون على التنازل يلا يتنازلون يعني انا دفتيهم شنو والله يعني لون مثلا يعني هو مخلص 10 سنوات يعني والله متأذين استاذ محمد تدري انت عالم ناس تنام وناس تبقى قاعده لحد ما تيجي هاي الناس بالله الكريم استاذ محمد بالله الكريم ناس تنام بالمطبخ يعني الناس تمسح المطبخ وتنام به زين دوله ظالمه يعني الناشد الله سبحانه وتعالى استاذ محمد يعني غضب الله سبحانه وتعالى يعف بس انت ليش ما تعف انتم الايرانيين ليش بتعفون عنه؟ نعم يا اخي بتخلي تصحموا حتى لو نصحكم ما يخالف قسما بذات الله صدام اشرف من عندهم بيضوا وجه صدام خلونا نترحم على صدام من وراه نعم نعم زين صدام ما كان يطول عمي يطعف بس اكثر قاعد هاي الشله بالعالم طيب يعني كافي سيارات تنقل اكل كل يعني الاستاذ اخو يطبخ 1500 نفر يطبخ تمن يعني تمن مال 1500 نفر يجيبه شنو هو مثلا بس نعم. بالعقل يعني شلون يجيبه الدفتي نعم زين صخر يجيبه صخر والله الاكل ما ينوف الاستاذ زين والله مو قضيه اصلاح والله اذيه انا واحد ويانا يعني والله استاذ والله قام حط هو قضيه غير قضيه مدنيه استاذ محمد بس بالك وياي نعم يعني مو يجمعونه بالمخدرات وبالقتل وبالسرقه وبالنصب وبالسرق يجمعونه زين يجمعونه كل سوي أنا وياي ولد واحد قسم بالقرآن وداعته أولادي قام يتعلم عن المخدرات زين يجيبون المخدرات الحواني أستاذ محمد والله مزاد علم مناطق سياحية مناطق أنا طالع الدول وشايف المناطق السياحية تروح لها غالية يعني بنطلع الحانوت تشتري من الحانوت كأنها معانا طالع المنطقة السياحية زين استاذ محمد والله تقول يعني اكو معلومات تقول حتى بطل المي ب 3000 دينار ينباع ببعض السجون اي استاذ محمد زين قسما بذات الله الرحيم هم اللي يجيبون يبيعون المخدرات بالله الكريم بالله الكريم حتى باصله وكل شيء يبيعون سيد يعني بطل سيد المي هذا بطل علي انا بس نعم انا اريدك هسه رسالتك او مناشدتك شنو حتى توصل للي دي يسمع تكون واضحة تكون واضحة ومختصرة مختصرة أنا أدرس البرلمانيين ورأس الوزراء ورأس الجمهورية نعم. هم رايحين ترى بعد 3 شهور و 15 يوم ومولين الدول أسويكم شغل أيام الله سبحانه وتعالى تخدمكم نعم. إذا ما تلون تطلون عفو أطلوا مرحمة لهاي العالم أطلوا نسمع حكومين وسويكم شغل أيام الله تفيدكم نعم. الخاطر إيران وهسه رئيس جديد حاسس هذا رئيس إيراني من فدوى العمان تعاني ومشكور استاذ محمد الف شكر يا علي والله يبعد عنكم الذل لايران ولذيول ايران انا اشكرك ابو ذو الفقار من نينوى تفضل ابو ذو الفقار تحياتي محمد لك والكادر قناه الرافدين حياك العزيزه الله يسلمك اخي العزيز نعم هذول ما يستحون ما يبع عليهم
هاي زيو الإيران، هاي معاملة المرأة العراقية. أهدم شرف هالقوات، هاي المجموعة حول المرأة. نعم. امرأة عراقية ماجدة شرف العراق، امرأة شيلة مال الملفع، تنقول الملفع هو الشرف راس العراق والعراقيين. نعم. والله عيب عليهم الحكومة المرتزقة هذه الإيران اللي يحمون إيران وفلوس العراق كلها تذهب إلى إيران، والمرأة العراقية انظر إليه انظر. نعم. يا أخي الله أكبر، ما ظل صغير عدوه، ما عدم ناموس، ما عدم شرف. نعم. حسوا راخذوا الحرامية. نعم. ولا راح يزورون إن شاء الله بعون الله تعالى دماء شهداء ودماء هالحرة هالإمرأة الحرة. نعم. إلا يزورون بعون الله تعالى وشكرا. شكرا جزيلا أبو ذو الفقار. من أين وعدنا السيد أبو محمد من الناصرية؟ تفضل يا أبو محمد حياك الله. مرحبا. اهلا وسهلا. الو مرحبا الله يخليك. هذا المساح الميليشياوي اي بالتلفزيون ما يقدر يرد على هاي المراه ام ايهاب بمنطق مقبول، يعني الله يرضى لها هيك حتى يبرد قلبها، ليش يرد عليها بكلام ما مقبول؟ يعني شنو اللي كبر بطنه بعد من الرواتب، وهاي مفجوعه بولدها وولدها الشهيد وطلع طالب بحقه، مو عيب عليهم ما يستحون يظلون دوم ذيوله، مو عيب عليهم؟ نعم. يعني خلي عليها الكلام مقبول يبرد قلبها شوية، هاي ابنها شهيد مفجوعة ببلدها. وأنا أشكرك رواية ومشكورين على الله يسلمك على التعب معكم. الله يسلمك. شكرا أبو محمد من الناصرية. طبعا احنا شفنا المقطع أو المقطعين بالبداية اللي كانت فيها السيدة والدة إيهاب الوزني وهي تتحدث مع القوات الأمنية وكيف أنها يعني تحدثت معهم بلغة صارمة وكانت واضحة بأنهم متخاذلون. السبب في دخول من يحمل السلاح ويغتال النشطاء هي هذه السيطرات والنقاط الأمنية اللي ما معلوم شنو هدفها، شنو سبب وجودها في هذه المناطق. إذا كانت لا تستطيع تأمين المناطق السكنية وحماية الناس من خطر الميليشيات وفرق الموت. لكن أكو جانب آخر أيضا حتشوفوه الآن من نفس المكان، والدة الشهيد إيهاب الوزني، وبالصدفة يأتي موكب للأمم المتحدة، سيارات عليها علامة اليو أن التابعة للأمم المتحدة. كيف أنها حاولت أن تتحدث مع شخص منهم ضمن هذه السيارات لإيصال المشكلة، لإيصال المعاناة، لإيصال الرسالة إلى الأمم المتحدة؟ لعل وعسى هناك ضمير حي ينظر إلى هذه القضية، يحث السلطة على مجهود أكبر، مجهود جاد في إيجاد القتلة. لكن الأمم المتحدة كانت مثل السلطة بل أسوأ، تجاهلت السيدة والدة الشهيد إيهاب الوزني، بل وحتى لم يقم أي شخص من في السيارات بفتح الشباك للنظر حتى أو استماع إلى ما تتحدث به هذه السيدة. خلينا نشوف. لماذا اختلفت الأمم المتحدة هنا عن الحكومة، عن القوات الأمنية، عن الميليشيات والأحزاب؟ شنو اختلافهم؟ شنو اختلاف هذه السيارات التي يتواجد فيها ممثلون عن الأمم المتحدة داخل العراق عندما لا يستمعون إلى صوت المظلوم وهم يتحدثون بحقوق الإنسان؟
لماذا لم يكلف أي أحد من من في السيارات نفسه ولو لدقيقة واحدة لثلاثين ثانية أن يستمع إلى مظلومية هذه السيدة التي فجعت بولدها بسبب تقصير العالم تجاه العراق والقضية العراقية والشعب العراقي بتركهم لهذه الميليشيات تفعل ما تشاء؟ لم يكترث أحد منهم واتبعتم الطريقة إهمال، ومثل ما يسوي المسؤول بالعراق بالضبط سوت الأمم المتحدة بموظفيها ومسؤوليها وممثليها. أبو مصطفى من الموصل تفضل، حياك الله. حيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أستاذ العزيز، احنا من نجي نسأل من هي الأمم المتحدة؟ ألم تكن هي أمريكا وإسرائيل والغرب؟ نعم. احنا اليوم 17 سنة فلنا خلنا نكون واقعيين، إعلامكم على رأسي، خاصة أنتم إذاعة مجاهدة فعلا، يعني بكل الوطنية وكل الروح الوطنية والقومية نقول. لكن من نرجع الأمم المتحدة هي أمريكا، أمريكا شاهد عيانين تعرف عن إيران جاءت على إشتعال وقادر أن تخرج إيران، لكن هم في الوقت الحالي كل خيرات العراق دعين أبوها هم ما من صالحهم يخرجون إيران. أنا أقول لك والشعب العراقي لحد الآن ما وعي وعي كامل. أنا رسالتي إلى الشعب العراقي كليته من الشمال إلى الجنوب كعرب إحنا نقول، أما غير ما نقدر نقول، لأن الناس ما حد يحن على العرب أبدا. إذا عندنا عقلون شوية نحن على رؤوسنا، خلنا نكون واقعيين. إحنا يجب علينا أن نتحد ونبني خطة سرية فيما بين قيام الثورة كليتنا شو الثورة العشرين، وإلا ما حد يلبي لنا طلب. صدق واعتقد بالله اللي جابوهم الشعب بالجيش وبالشرطة، ما أقول لك 1% يوم شرفاء كلتهم ضدنا ضد الشعب، لأنه هسه عندنا بالموصل تعال شوف ضباط الشرطة كلتهم يتباهون. هذا اللي يقول أني بنيت عمارة ب 600 مليون، هذا اللي يقول نص مليار، هذا اللي يقول 100 مليون بني بيت، مين جابوه؟ كلها من ابتزاز الشعب. أكو سؤال طرحه أحد الأخوة المتصلين أبو مصطفى، سأل وين العشائر؟ وين عشائر العراق اللي تنظر إلى المرأة العراقية وهي تطالب بحقها وتجول بالشوارع لوحدها وهم يجلسون في مضايفهم؟ وين شيوخ عشائر العراق بالوسط بالجنوب بالغربية بأي مكان في العراق الأصلاء؟ سؤال جميل، سؤال جميل جدا. نعم سالم محمد تفضل. عزيزي الشيوخ اليوم مو شيوخ قبل اللي نعناهم اللي هالنخوة وهالغيرة وشرف. اليوم الشيوخ مثل ضابط الشرطة ابتزاز كل، يعني مشي أموره على حساب العشيرة، يضرب بالدولارات وسيارات فخمة ووجه ووجه والعشيرة إلى جهنم وبئس المصير عنده. هذه ما ظلت شيوخ، علينا أنه لا نلتزم بهذه العمايم ولا نلتزم بالشيوخ العشائر. علينا أن احنا كوطنيين نبني قاعدة رصينة بحيث ما نخترق. مثل ما سنة يخترقون المظاهرات بالجنوب، ليش أنتوا قسم وقسم قائم ليش ما كل الجنوب يقوم؟ اليوم احنا مكبلين العيدي الموصل وتكريت ورمادي وقسم من ديالة، إذا قامت قبل احنا دواعش وبعدين ننباد أكثر من ما نبادينا قبل. فإحنا علينا أنه ننتظر شو وقت من يكسرون ظهر حتى احنا من نبدي نقدر يصير لنا شوية نفس، لأن احنا اليوم ما عندنا ظهر حقيقة. الدول العربية كلها ماتت ما حد بباله. احنا اذا نجي نقول احنا نخوض المعركة وحدنا مثل ما خوضناها اهلكنا، اقسم لك بالله امريكا اتعبناها بالموصل، امريكا صارت بالثوق كانت تجفل يمشي بالشارع ما يجرب شيء. لكن للاسف من كسر ظهرنا غير اخوت العرب، ضربوا العربي بالعربي وكسروا ظهرنا. واليوم هذا شوف ما جرب بالجنوب اي نفس العرب يحتجوا. طيب اي ايران اي امريكا كلهم اعداء، وحتى الحكومه الحاليه رئاسه الثالثه كلهم اعداء. لا تصدق واحد نزيه دخل العمليه السياسيه بهذا الوضع، الشرفاء قعدوا اكو ضباط عندنا جيش يقول انا ما يشرفني ان ادخل بيجي جيش يضرب ابناء وبلده، يعني هذا الواقع يمر. انا اشكرك يا ابو مصطفى من الموصل، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. عندنا السيد علي من بابل، تفضل يا علي، حياك الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أنا حقيقة الكهرباء طفت فما أعرف أخ محمد أو أخ عمر. وياك محمد تفضل. الله يحييك، شلونك أخ محمد؟ الله يسلمك. الله يعزك.
حقيقة أخ محمد، إحنا خلينا نجي نقطة نقطة. أي. حقيقة أنا ما شفت مقطع الفيديو اللي عرضتوها سما شفته، بس من الحديث اللي سمعته. أي. أنا أريد نحكي عن الشيوخ، هم وين يقوا بعد الشيوخ؟ مع احتراماتي مع أجل احترام وتقديري للشيوخ الغربية، ذول حقيقة مرت عليهم مآسي من شان إيران بالنسبة لداعش. نعم. بس لا زين شيوخ الجنوب وين عندهم غيره؟ هم اللي يتقاتلون بدون تعميم، بدون تعميم، لابد أن أكو في جنوب العراق. هاي الحقيقة أخ محمد، هاي حقيقة لازم تذكر. لا لازم، التعميم خطأ، التعميم خطأ، لا يوجد، مستحيل أن يكون الكلام بالعموم. لابد من وجود شيوخ عشائر أصلاء وطنيين يعني لا يرضون بما يحدث اليوم في العراق. لابد، مستحيل التعميم سيد علي. مو أنا عايش بهذا الواقع أخ محمد، أنا موجود. نعم. قد تكون الأغلبية، قد تكون من وجهة نظرك الأغلبية، لكن ليس الكل. كأغلبية إحنا حقيقة ذول الشرفاء نقول لهم النزهة، ذول ما لهم صوت، لأن ذول تانهم يختارون يصفون. نعم. بس عندنا كأغلبية مشايخ، للأسف مو مشايخ، مشايخ يدورون نزوات أموال فلوس. طيب يدورون بس اليوم خلينا ماشي، بما أنه حضرتك أنت أخذت جزء من اللي سمعته، الجزء الآخر ربما. نعم. اللي ما شفته أو اللي ما سمعته هو عن مطالبة والدة الشهيد إيهاب الوزني بدم ابنها المهدور، ووقفت أمام قوات شرطة في محافظة كربلاء، حاولوا يواسوها بشكل دبلوماسي، يسدون الموضوع وياها، حاولوا أيضا أنهم يزيلون خيمة اعتصامها هي وأبنائها، وحاولوا إبعادها من المكان. احنا نسأل ذولا اللي كان أعدادهم بالفيديو يمكن تشوفها فيما بعد عشرات ربما يعني 20-30 شخص من القوات الأمنية، ذولا نفسهم دخلت من خلالهم السيارات أو الدراجات أو الأشخاص اللي يحملون أسلحة لاغتيال الناشطين وغيرها بكل محافظات. نعم. العراق، شنو دورهم ذولا؟ نعم أخ محمد، إحنا ترى ما عندنا شرطة. نعم. إحنا ما عندنا شرطة إحنا ما عندنا شرطة وطنية، شرطي من تجيبش أنت من تجيب شرطي من الشارع وتحط لبسه ملابس عسكرية. لو تجيب شرطي الدورة الدخل تدريب إنساني وتعلم الإنسانية والاحترام والأخلاق، احترم الإنسان المقابل. أنت لو تجيب لك شرطي من الشارع وتخليه شرطي أخي محمد. نعم. إن هاي المشكلة، ما عندنا دورة أخلاق وشرطي يتعلمونه على المحبة والإنسانية بحيث يحب ابن بلده. نعم. ما عندنا هيك، إحنا مجرد كلها تحب الميليشيات، هذا مو شرطي، تلقى يحب الميليشيات. تلقى يحب دور القتلة وتلقى يواسيهم ويفتح لهم المجال. ماكو روح وطنية وإنسانية بالنسبة للشرطة العراقية، ماكو وطنية، مستحيل ماكو وطنية أخي محمد، كلها في سبيل المادة والأموال. ليش؟ لأن ما طول عندنا السلطة، ما طول ما عندنا قانون. نعم. السلطة فوق الجميع، ما طول الشعب تحكم العشائر وتحكم الميليشيات. نعم. يبقى هذا الشرط الضعيف اللي يفكر بعائلته يخاف يحكي له كلمة ويقتلونه. نعم. ألا ما يصير قانون فوق الجميع؟ ما يستقر العراق وما راح يستقر، ويدا يقولون خل تجي الانتخابات، وهذا كلام يشهد أخ محمد. نعم. ألا أجت انتخابات وتغير الحال؟ ما يتغير شيء. ليش؟ خلنا نغير بنفسنا إحنا. نعم. ألا أنت تريد وطن؟ ألا تقول أريد وطن؟ ألا تريد وطن تكون متروح للمستشفى، يكون الممرض يقوم لك ويحترمك. نعم. ومن تروح للطب المركز الشرطة يكون الشرطة يحترمك. نعم. ألا فيد وطن، الوطنية مو تنباع وتشترى، خلي احنا بيناتنا العراقيين الوطنية والإنسانية. من تروح للطبيب يكون يهتم بيك الطبيب الدكتور، من تروح للطوارئ يكون يهتمون عليك الأطباء. أنت مو تقول أريد وطن وأنت ما عندك إنسانية كتعامل إنساني بيناتنا احنا. فالانتخابات ما تغير شيء، يشهد الله لن يتغير شيء، والسلام. نعم. عليكم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام. علي من بابل. عندنا السيد عمر من ديالة، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك سيد محمد، وتحياتي لحضورك والمجتمعين جميعا. حياك الله، أهلا وسهلا أخي سيد محمد. بالنسبة لقتل الناشطين والمساجين، هاي المواضيع. نعم. الصادقة تعرف هسه من يحكم العراق؟ هي اللي تحكمها ميليشيات. والقتل أكثر شيء اللي إبادة جماعية، أي واحد يجي طاري إيران يقتلوه. نعم. لأن حكمنا حكم الشيعة،
شيعة إيران تحكمنا. طيب فهاي الموضوع فأنت ولا أنا والكل طيب وضمن السلطة وضمن السلطة أكو السنة أيضا إيش قدموا لمحافظاتهم ولأبناء محافظاتهم؟ والله أستاذ أي واحد هسه حاليا يقعد على الكرسي ما عرف أخوه ما يعرفه. يعني إذا بدون ما نشخص الموضوع على أنه هو شيعة أو سنة، كل من في السلطة ما الذي قدموه للشعب العراقي؟ الشعب العراقي هي اللي يحكمها إيران. هسه قاعد سني على كرسي ولا شيعة على كرسي ما حد ما يحكمه، اللي يحكم إيران يحكم به، هي البدر كراتي. نعم. تتوقع موجود اليوم ضمن هذه الأحزاب اللي يقدر يكشف عن قتلة المتظاهرين فعلا ويحاسبهم أمام الرأي العام بمحاكمات قانونية عادلة تقتص من هؤلاء؟ قاسم مصلح اتهموه أهالي إيهاب الوزني بأنه هو هدد ابنهم بالقتل وانقتل، استشهد فعلا إيهاب، وقاسم مصلح تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة. شلون تشوف تعامل القضاء والمؤسسات القانونية في العراق اليوم مع المتهمين الحقيقيين؟ أستاذ العزيز أنا الحكمت بالسجون، كل السجون حكمت، ما عندي أحد وما حد ما راجع لي وما حد ما دافع لي، بس عنده دفع إيراني، هذا دفع إيراني، والإيران هي تحكم، الإيران هي تريد تطمس أكبر واحد تخليه بالسجون وطلعة. وهي تقدر تتحكم بينا، هي هو اللي طلع صالح مصلح اللي كان من ضمنها اللي طلعت أم إيهاب الوزني. قالت هدد ابني وكذا وكذا، فهذا يقول حسب الأدلة، ما في أدلة عليه، فهذا مو أدلة. طيب شكرا يا عمر من ديالى، أنا أشكرك للمشاركة. عندنا السيد أبو صلاح. أبو صلاح تفضل من بغداد، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد أنا أكثر من مرة طلبت منكم تسوون برنامج مع المحاربين القدماء وما استجابيتوا طلباتي، ولا مقاتل المقاتلين قبل المعوقين قبل 2000. الرجاء. نعم. يعني هاي النقطة خلوها قيد الفكرة. إن شاء الله. أنا يعني تحدث أجبت حضرتك بالحلقة اللي فاتت أيضا لما شاركت. أيوة تطلبيكم دائما. نعم. رحم الله إيهاب الوزني. نعم. وألهم والدته الصبر والسنوان. نعم. ونعلق الله على العيد الآثمة التي اختالت الشهيد البطل. نعم. إيهاب الوزني. سيد أبو صلاح أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، وسبق أن أجبت حضرتك على هذا الموضوع على هذا الطلب، وقلت لك بأنه إحنا دائما نضمن قضايا كثيرة ضمن مواضيعنا في عملنا في قناة الرافدين في البرامج والأخبار. مظلومية حضرتك أنت وشريحة المحاربين القدامى إن كانت متعلقة بالتقاعد فهي مذكورة لدينا، إن كانت متعلقة بحقوق ومخصصات أو غيرها أو مظلومية أو علاج أو غيرها أيضا تطرق بشكل أعم، نتكلم مثلا عن القطاع الصحي، نتكلم عن شريحة المتقاعدين والمظلومين، لأن هذه الشريحة تضم فئات كثيرة من المجتمع العراقي. لكن إن شاء الله سيتم النظر بطلبك لتخصيص شيء عن المحاربين القدامى بشكل حصري دون أن نتوسع أكثر بالفكرة. أنا أشكرك يا أبو صلاح. حسين من بغداد تفضل. حبيبي شلونك اخوي؟ الله يسلمك حياك الله اخوي. احنا نريد عفو ومرحمه، نريد الله وانتم من هذا منبركم الشريف نريدكم ترحمونا بمرحمه، تطالبونا بمرحمه. نعم. يعني المشكله مشكله علينا، نريد لفصل 100 مليون او 50 مليون. نعم. والدوله ما طلعت وطلعوا عفو خاص، لا جبنا العفو الخاص ولا هاي، نريد مرحمه، احنا نريد مرحمه. نعم. يعني وكتيل وضيم وقهر وهم يقتلوننا ويدقون علينا، يعني شلون احنا نروح؟ حضرتك معتقل؟ نعم معتقل. نعم. اتصل قبل شوية يعني علي من بغداد، انتم سوية يعني ولا حضرتك في معتقل او مكان اخر؟ لا مو سوية. نعم. احنا نطالب واحنا نريد مرحمة، لان ما فينا غير المرحمة، نريد عفو، وانتم طالبونا بعفو، طالبونا بعفو، يعني هذا المصلح شلون طلعوه؟ نعم. الو
وياك وياك اسمع. المصلح مو عليه دعاوى مع القتيل وعليه دعاوى ليش ما قالوا عدم كفايه الادله كان السبب عدم كفايه الادله عدم كفايه الادله وهاي دعاوى الكيدية على العالم يسوونها نت الكهرباء والقتيل وشلون يعني ويخلونا نحترف قوه شلون سيد حسين من بغداد أنا أعتذر من حضرتك الوقت انتهى وقت البرنامج وإن شاء الله صوتك وصل ورسالتك أشكر جميع من شاركونا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وأشكر حضراتكم أيضا لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء